أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجنوب إفريقي بكماني ماشامبي المنضم حديثا للفريق يمثل بداية لحقبة زمنية جديدة للفريق. وأضاف عبد الحفيظ أن ماشامبي لاعب جيد ومميز للغاية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري أبدى إعجابه بقدرات اللاعب منذ فترة طويلة. وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الأحمر يخطط لفترة زمنية جيدة من خلال دمج اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات باللاعبين الشباب وصغار السن، والذي سيكون منهم باكماني ماشامبي لاعب بيدفست بطل جنوب إفريقيا.